رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريده الدستور. منورنا. الله يخليك يا استاذ شيماء، كنت سعيد اكون موجود معاكي وموجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي. طيب في البدايه كده طبعا هنتكلم عن الصفقات الجديده. النادي الاهلي لسه من امبارح للنهارده في صفقات جديده، عندنا حسين الشحات وعندنا ياسر ابراهيم، بالاضافه بقى للصفقات اللي كانت موجوده محمد محمود ومحمود وحيد وكمان الانجولي جيرالدو. يمكن بالاضافه لرمضان صبحي طبعا حاجة. طبعا يمكن طبعا يمكن من اكبر الصفقات اللي عقدها النادي الاهلي او ابرمها النادي الاهلي الفتره الاخيره ديت يمكن صفقه رمضان صبحي. طبعا يمكن كان في جدل كبير ان هو يجي مصر ما يجيش، ولكن حب النادي الاهلي يعني خلاه ياخد خطوه كبيره جدا بالنسبه له، او خطوه كبيره لجماهير النادي الاهلي ان هو يتعاقد او يجي النادي الاهلي للاعاره لمده 6 شهور. الصفقه الثانيه المهمه اللي بعتبرها من اهم الصفقات للنادي الاهلي هذا الموسم كان صفقه حسين الشحات، يمكن برضه اثارت جدل كبير الفتره اللي فاتت. يمكن من البدايه من شهر 12 شهر ديسمبر بدا الكلام على حسين الشحات، والكلام بدا على حسين الشحات ليه؟ عشان حسين الشحات هو حابب النادي الاهلي، حابب يكون موجود في النادي الاهلي. وانا بوجه رساله من هنا طبعا خاصه يعني مش عشان واجه النادي الاهلي، ولكن يمكن الفتره اللي فاتت دي يمكن لعيبه كتير جدا يمكن بقت السمه الاساسيه بتاعتهم ان هم الماده الاول قبل انتقال لاي نادي، ولكن حسين الشحات قدر الفتره اللي فاتت دي بيضرب مثل ان هو فعلا حب وانتماء للنادي الاهلي، حب وانتماء للفلان الحمراء. انا لقطت دلوقتي من حسين موجود حسين شحات النهارده في النادي الاهلي الصبح اثناء التدريب الصباحي. يعني فبنتكلم ان حسين الشحات فعلا يمكن بعد حتى بعد كاس العالم للانديه وتقديمه مستوى اكثر من رائع مع العين ووصوله للمباراه النهائيه قدام ريال مدريد، وقدم يعني مباراه هامه جدا. يمكن الاسهم بتاعه حسين الشحات زادت بشكل كبير جدا أكيد. وارتفعت وجاله عروض كبيره جدا، واعتقد لو لاعب غير حسين الشحات بيبحث عن الماده ما كانش يفضل مع العين، ولكن جاله عروض كبيره من اوروبا ومن من عدد كبير من الانديه. لكن الأندية هو فضل في الاخر ان هو ينضم للنادي الاهلي. زي ما بقول لك هو صعب جدا انت تلاقي لاعب فعلا بيدور دلوقتي على انتماء للنادي الاهلي. يمكن لعيبه كتير جدا بدا او 90% من اللعيبه ما يزعلوش مني، ولكن بيدوروا على الماده بغض النظر عن انتمائهم اهلاوي او زملكاوي او نادي اخر. صحيح. اعتقد ان حسين الشحات صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي. حسين الشحات انا بشبهه محمد بركات، لعيب بيتميز بالجوكر، بيلعب في اكثر من مكان، بيأدي بشكل كويس جدا، عنده مهارات كبيره جدا، ممكن تلعبيه في اي مكان، فده هيبقى فرصه طيبه جدا للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. غير بقى حبه وانتماءه للنادي الاهلي، دايما حسين الشحات بيتكلم ضحى باكثر من 15 مليون حبا للنادي الاهلي. فانا بحيي حسين الشحات مش عشان ينتقل للنادي الاهلي وانا في قناه الاهلي، ولكن ان هو فعلا لعيب بيحب النادي وانتمائه للنادي، فضحى بحاجات كتير جدا حبا في النادي الاهلي. فطبعا نتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي، لعيب مهم جدا، اعتقد ان هيكون متواجد بشكل مستمر خلال الفتره اللي جايه. وبالتالي حسين الشحات لعيب مهم، لو ادى بشكل كويس هيكون موجود مع المنتخب، وفي صحيح. الاول وفي الاخر احنا يهمنا المنتخب ومصلحه المنتخب. طبعا يمكن ياسر ابراهيم اخر صفقات النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي تعاقد مع 6 صفقات اخرهم ياسر ابراهيم. يمكن كان في مفاوضات خلال الفتره اللي فاتت دي، وفي انديه كبيره صحيح. دخلت عشان الحصول على خدمات ياسر ابراهيم، ولكن حسين ياسر ابراهيم برضو كان عنده حب وانتماء للنادي الاهلي يتعاقد مع النادي الاهلي، واعتقد رغبه اللاعبين اللي حسمت في النهايه. صحيح صحيح. ودي من الصعب اللي انت تلاقي دلوقتي لعيب بيحب يعني بيدور على النادي اللي هو يلعب فيه بغض النظر عن الماده هياخد كام. واعتقد حسين الشحات وياسر ابراهيم سيكونان اضافه قويه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ياسر ابراهيم لاعب مهم، النادي الاهلي يمكن كان بيعاني شويه في قلب الدفاع، عنده مشاكل كبير جدا الفتره اللي فاتت دي في قلب الدفاع، في عدم تمركز صحيح، وده ظهر في مباراه بيراميدز. يمكن النادي الاهلي قدم اكثر من شوط رائع خلال الشوط الاول. الشوط الاول قدم مباراه رائعه، يمكن بيراميدز خطف النادي الاهلي في الشوط الثاني بشكل كبير جدا، وعدم تمركز. لو بصينا للهدفين اللي دخلوا مرمى النادي الاهلي، الهدف الاولاني عدم تمركز صحيح، يمكن الشناوي خانوا التوفيق شويه ان يطلع ياخد الكره، يمكن مستوى الكره اللي اتعملت اوفر من عبد الله السعيد صعبه جدا، اي حارس ممكن يعني يمسكها، وبالتالي ما كانش في تمركز صحيح. محمد فاروق احرز هدف، بعدها على طول عبد الله السعيد يمكن احرز هدف. يمكن لو بصينا للجون الثاني اللي عبد الله السعيد احرزه في النادي الاهلي، يمكن واقف وشايل الكوره وبيحطها في مرمى محمد شناوي دون اي التحامات من جانب النادي الاهلي. فالنادي الاهلي يمكن مشكلته الفتره اللي فاتت دي كان بيعاني من التمركز غير الصحيح. بغض النظر عن اي حاجه، محمد محمود لاعب مهم جدا، يمكن جيرالدو يمكن قدم مباراه رائعه، يمكن كان في جدل كبير المباراه الوديه اللي كانت موجوده مع جمهور الشبين، ودي كانت سبب ان هو يقيد. يمكن كلام كتير ان كان هيتم تاكيل
تأجيل قيده في النادي الأهلي، ولكن قدم مباراة رائعة. فبالتالي لاسارتي ما بيلاقي لعيب أكيد مهم وأكيد هيضيف للنادي الأهلي بيأيده. أعتقد أن الصفقات اللي موجودة في النادي الأهلي صفقات كلها مهمة، ولكن ينقصها التوفيق. يمكن في لعيبة كتير بتيجي النادي الأهلي بتبقى لعيبة مهمة ولكن ما بتوفقش مع النادي الأهلي. فأعتقد أن يمكن أكتر اللعيبة اللي أنا يعني حاسس أن هم يقدموا مستويات رائعة حسين الشحات ومحمد محمود ورمضان صبحي طبعا بخبراته الكبيرة. طبعا نتمنى التوفيق للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، وأعتقد أن هي صفقات مهمة. بعد الصفقات اللي احنا شفناها او اللي فعلا تم حسمها لصالح النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي، شايف النادي الاهلي لسه محتاج صفقات تانية؟ يعني ممكن اعتقد ان ممكن يعني في كلام كتير ان ممكن النادي الاهلي في دعم ممكن بقلب دفاعه ويمكن لاعب اخر خلال الفتره اللي جايه ديت. يمكن النادي الاهلي يمكن كان محتاج بعض الصفقات، واعتقد ان كابتن محمود الخطيب ولجنه الكره بالنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي يمكن بعد الاخفاق والخروج من البطوله الافريقيه وبعدها البطوله العربيه يمكن وبعد كده يمكن تراجع في مستوى الاداء في النادي الاهلي في بطوله الدوري بشكل كبير جدا، دي جعلت الكابتن محمود الخطيب والمجلس اداره النادي الاهلي ان هم يدعموا في صفقات مهمة جدا. اعتقد ان الصفقات تخطت عدد كبير من الملايين، ولكن ده طبيعي ان انت بتبحثي عن البطولة، فريق بيبحث عن البطولة، فريق ما يهموش وضع معين وعاوز دايما يكون في المركز الاول، والفرقة اللي بتبحث عن المركز الاول اكيد هتدعم وتدعم بشكل كبير جدا. يمكن النادي الاهلي ما دعمش في بداية الموسم مثل عدد كبير من الاندية مثل الزمالك مثلا اللي دعم بكتيبه من النجوم وبمبالغ كبيره جدا. فالنادي الاهلي يمكن بدا يبحث فعلا ان هو يدعم بشكل كبير جدا، واعتقد ان التدعيمات الفتره اللي جايه دي كلها شان في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. الدوري لسه برضه لم يحسم، يمكن الامور زادت صعوبه من النادي الاهلي انه يفقد عدد كبير من النقاط خلال 13 مباراه، ودي نتيجه كبيره جدا ان هو يتعادل في 3 مباريات ويخسر 3 مباريات، ويعني دي صعوبه المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. فاعتقد النادي حتى لو الاهلي فاز في 3 مباريات اللي جايين هيبقى الفرق ما بينه وما بين نادي الزمالك صاحب المركز الاول 8 نقاط. محتاج جهد كبير، محتاج النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ان هو يقل من نزيف النقاط. اي فقدان للنقطه في اي خلال الفتره اللي جايه بتزيد المهمه صعوبه على النادي الاهلي. الموضوع لم يحسم والدوري لسه موجود في الملعب، ولكن أكيد الامور بتزداد صعوبه. فالنادي الاهلي فعلا لو بيبحث عن البطوله، واكيد هو بيبحث عن البطوله، محتاج منه مجهود خلال الفتره الجايه، ويهم جماهير النادي الاهلي الفتره اللي جايه يمكن بعيد عن الاداء ان يكون في نتائج. يعني النتيجه اهم من الاداء الفتره اللي جايه. يعني انت لو فزت وحصدت 3 نقاط وما كانش ادائك الى حد ما مرضي، فده هيرضي جماهير النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. فالمهمه صعبه ولكن موجوده في الملعب، واعتقد ان الفتره اللي جايه ديت اللعيبه اللي موجوده سواء اللعيبه القديمه سواء اللعيبه اللي تم التعاقد معاها هيكون عليهم مجهود كبير جدا. واعتقد ليه انا مش بتساءل ليه مؤمن زكريا مش متواجد بشكل مستمر مع النادي الاهلي؟ مؤمن زكريا لعيب كبير جدا، لعيب يقدر في اي مباراه صعبه دايما. حتى كان كابتن حسام البدري لما كان موجود مدير فني للنادي الاهلي يمكن كان بيبقى بعيد عن ما بيشاركش بشكل اساسي، ويجي في ماتش الزمالك يلعبه اساسي وكان بيتقدم وكان بيأدي مستوى رائع. فاعتقد مؤمن زكريا يعني لاعب مهم جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، مع الصفقات اللي موجوده، مع اللعيبه اللي عندها خبره، مع عوده اجاييه، مع عوده اللعيبه المصابين. اعتقد النادي الاهلي بقى له شكل تاني خلال الفتره اللي جايه وخلال الدور التاني من الدوري. مباراه بيراميدز شفنا فيها محمد محمود ورمضان صبحي اول ما وقعوا للنادي الاهلي شفناهم بيلعبوا مع النادي الاهلي قصاد بيراميدز، هل ممكن نشوف برضه صفقات جديده في مباراه سموحه بكره ان شاء الله؟ يعني اعتقد كل ما الدعم النادي الاهلي بيدعم بلاعيبه اكيد هو محتاجهم. يعني جيرالدو زي ما قلت لك كده يمكن تم قيده اليوم وممكن ربما ياخد الفرصه بكره ان شاء الله في مباراه سموحه، مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. واعتقد ان هي اكيد اي صفقه يعني الاهلي هيتعاقد معها خلال الفتره الجايه اكيد هيدعم، يعني اكيد هيدوا لهم الفرصه، ولكن الفرصه مش هيقدر يدي الفرصه لست لعيبه مره واحده. أكيد تدريجيا اكيد هو بيحافظ على القوام الرئيسي للنادي الاهلي. وكمان الشحات مش في القائمه. لا الشحات لا مش موجود في القائمه، يمكن لو مدرب مصري وكان ممكن بس ولكن لسه البطاقه الدوليه لحد الان ما وصلتش، اعتقد ان هي ممكن توصل النهارده او بكره بالكثير. واعتقد ان هو يكون موجود، واعتقد ان حسين الشحات من الصفقات المهمه جدا اللي هيكون يقايض افريقيا وهيبقى له دور في الدوري وهيقايض افريقيا. اعتقد انت عارف النادي الاهلي مقيد 23 لاعب، عنده 7 لعيبه اقرب الناس اللي هم من الصفقات الجديده اللي هتكون موجوده مع النادي الاهلي. حسين الشحات، اعتقد رمضان صبحي، ممكن محمد محمود يكون موجود مع النادي الاهلي.
انما طبعا انت عارفه جيرالدو كان مقيد في فريقه قبل ما يجي هنا، فمش هيقدر ان هو يشارك افريقيا، مش هيكون موجود مع افريقيا. في مؤمن زكريا، في اغاي، ففي لعيبه كبيره جدا. اعتقد ان في السبع لعيبه دولت يعني في كام لعيب هيخرج من القائمه الافريقيه هتبقى مشكله للنادي الاهلي، ولكن صحيح. يعني الاهلي دايما بما حضر، فاي لاعب هيكون موجود سواء في القائمه الافريقيه او هيقيد محلي هيكون له شأن خلال الفتره اللي جايه. طيب نرجع لمباراه بيراميدز يوم الجمعه اللي فاتت. المباراه للاسف انتهت بهزيمه النادي الاهلي بهدفين لهدف واحد. زي ما اتكلمنا ان النادي الاهلي في الشوط الاول كان مختلف تماما عن الشوط الثاني. الشوط الثاني طبعا مع بدايته بهدف الدقيقه الثالثه من عمر الشوط الثاني اكيد اربكت كل حسابات النادي الاهلي، وبعد كده طبعا سدد بيراميدز هدف اخر فتفوق بيه على النادي الاهلي، وانتهت بعد كده اللقاء في محاولات كتير جدا من النادي الاهلي ان هو يرجع ويتعادل، ولكن للاسف النادي الاهلي وقتها ما قدرش. الاهم بقى من كده، احنا اتكلمنا في الموضوع ده، التحكيم في اللقاء ده شفته ازاي؟ لان شفنا ناس كتير قوي خرجت بعد المباراه دي واتكلمت عن التحكيم وبالاخص عن كره احمد الشيخ وكمان الكره بتاعت علي جابر. يمكن طبعا يمكن اثار الحكم الصربي بعض الجدل خلال هذه المباراه. يمكن في وليد ازارو، يمكن وليد ازارو لو ركز في الكره اللي وقع فيها ديت وكان عاوز ياخد فيها ضربه جزاء اعتقد النادي الاهلي كان ممكن يتقدم. يمكن كره احمد الشيخ وكره وليد سليمان كان فيها جدل كبير جدا، ويمكن الحكام السابقين والمحللين التحكيمين اكدوا ان كره احمد الشيخ ضربه جزاء، ولكن يمكن لما يكون في حكم من خارج مصر الدنيا بتبقى اهدى. اعتقد لو كان حكم مصري كانت هتبقى في مشكله كبيره جدا للتحكيم المصري، ولكن الاهلي عودنا حتى لو في يعني عودنا لو كان في اخطاء تحكيميه حتى في مباراته ان هو بيرجع وبيأدي وبيظهر بشكل كويس جدا. يمكن السبب الرئيسي بعيدا عن التحكيم، اكيد الاهلي هيتضرر من التحكيم النهارده وممكن يستفيد منه بكره، وده طبيعي جدا في جميع المباريات اللي موجوده في الدوري الممتاز. مفيش فرقه بتقدر تستفيد من كل المباريات، ومفيش فرقه بتقدر تتضرر في جميع المباريات من القرارات التحكيميه. النادي الاهلي بس كان مشكلته ان هو بعد يمكن ما احرز الهدف ضيع اكتر من كره، في كره لوليد سليمان في العارضه، كره لعلي معلول قصدي في العارضه، وضيع اكثر من فرصه يمكن كانت جديره النادي الاهلي يخرج بالشوط الاول متقدم بهدفين او ثلاثه، وكانت ده كانت هيهدي يعني كان هيبقى تراجع بيراميدز بشكل كبير جدا. ولكن الهدف اللي حتى احرزه بيراميدز في الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني، اربكت حسابات النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وتراجع النادي الاهلي. يمكن جاب جون، احرز هدف وهدفين، وفي كره جت في العارضه، ومحمد فاروق اضاع اكثر من كره خلال هذا اللقاء. فطبعا دي كلها يمكن كانت عامل اساسي ان الاهلي يخسر هذه المباراه. يمكن في ظاهره سلبيه كتيره في النادي الاهلي، كثره اضاعه الفرص، ودي مشكله كبيره جدا بيواجهها النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت دي. يمكن لو بتوصلي بخمس كور بتجيبي جون، فده نسبه قليله جدا. النادي الاهلي انت كفريق كبير لو جالك خمس فرص اقل حاجه اللي انت تجيب منهم ثلاث فرص عشان تقدر تحافظ. الاهلي جاب 19 هدف من 13 مباراه، ودي بالنسبه لي انا او بالنسبه للنادي بيبحث عن بطوله دي نسبه قليله جدا. المفروض اي فرصه بتتاح للنادي الاهلي او اي فرصه بتتاح لاي لاعب في النادي الاهلي باسمه لعيب النادي الاهلي او لعيب الانديه الكبيره ديت، المفروض اي فرصه بتجي له هو لعب في الاهلي ليه او لعب في الزمالك ليه، عشان لعيب عنده مستوى كبير غير المستويات الاخرى، غير اللعيبه الاخرى. فطبيعي ان انا لما اجي لي ثلاث فرص على الاقل خالص اجيب منها فرصه او فرصتين. فكثره اضاعه الفرص الفتره اللي فاتت دي كانت عامل كبير جدا. يمكن ازارو يمكن اكثر اللاعبين بيضيع فرص. ازارو لعيب كويس جدا، ولكن جماهير الاهلي عاوزه بقى اهداف. يعني انت بتضيع 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 وتيجي تجيب جون كل فتره طويله، فدي مشكله كبيره جدا بتقابل ازارو وبتقابل المهاجمين في النادي الاهلي. ممكن كثره الاصابات برضو عامل علامات استفهام كبيره جدا. أكيد يعني ممكن 11 لاعب او 12 لاعب موجودين في النادي الاهلي ما فيش مباراه بيلعب فيها النادي الاهلي، حتى المباراه الوديه اللي لعبها حتى لازم حد يتصاب فيها. يعني اكرم توفيق اتصاب، وليد سليمان اتصاب. فدي مشكله كبيره جدا بتواجه النادي الاهلي. يعني اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه، والاصابات تقل بشكل كبير جدا، والاستغلال يبقى الفرص للمهاجمين او لاي لاعب. الكلام بقى عن الاصابات، مع اصابه صلاح محسن وكمان وليد ازارو والتوقف اللي تعرض ليه مروان محسن، فما فيش راس حربه في النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي هياخد اللقاء الجاي ازاي؟ اعتقد ان اقرب الناس اللي ممكن يعوض راس الحربه يمكن ربما يكون وليد سليمان لعيب مهاري بيقدر صحيح. يعني ممكن يعني حتى عنده مهاره ان هو يقدر يمسك الكوره وحتى عليه ضغط كبير جدا. فاعتقد ان وليد سليمان هو اللي ممكن يكون الورقه الرابحه لسارتي في هذه المباراه، هو ده الاقرب اللي هو يعوض راس الحربه الصريح. واعتقد رمضان صبحي ممكن برده يتم الدفع بيه كراس حربه.
اعتقد النادي الاهلي زي ما بقول لك كده يمكن وصلت الامور ان مفيش راس حربه موجود في النادي الاهلي دلوقتي حاليا مش مصاب عشان يكون موجود في مباراه سموحه، ولكن هي مباراه صعبه، مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي بغض النظر عن الاداء زي ما بقول لك كده محتاج 3 نقاط. يمكن لما بتخسري مباراه وتيجي تخش مباراه بعدها بتبقى العامل النفسي والعامل المعنوي موجود في لعيبه النادي الاهلي بيبقى الى حد ما مش مرضي بالنسبه لهم، بتدخل المباراه وبيبقى الامور شويه صعبه شويه، ولكن الفرق الكبيره بتقدر ان هي تعود بسرعه، تقدر تنسى كل اللي فات. احنا بنركز دايما، الاهلي بيركز بيخلص مباراه بيركز في المباراه الاخرى. المهم النتيجه، مباراه سموحه مهم جدا 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 النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. 3 نقاط هم الاهم دلوقتي في المرحله الحاليه، بغض النظر عن زي ما اقول لك الاداء حتى مش مهم دلوقتي. صحيح. بقدر اللي انت تقدري تحرصي ال3 نقاط دي المهمه عشان بتقدمك، ويمكن انت عارفه لو فزتي ال3 مباريات المؤجلين هتبقى فرق ما بينك وما بين نادي الزمالك 8 نقاط، هتتساوي مع بيراميدز. فاي فقدان للنقاط، اي نزيف للنقاط بيرجع النادي الاهلي خطوات ورا، واعتقد كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي الجهاز الفني عارفين ويعلموا مدى المسؤوليه اللي بتقع على عاتقهم خلال الفتره اللي جايه. طيب نرجع برده تاني للمباراه، اتفاجئنا بوجود عبد الله السعيد لاعب النادي الاهلي السابق في مباراه بيراميدز، برغم ان في عقد موقع ما بين النادي الاهلي واهلي جده وعبد الله السعيد ان اللاعب ما يقدرش يلعب في مصر الا بشرط ان هو يدفع 2 مليون دولار، كمان بالاضافه لقيده في نفس اليوم بدون علم المنطقه اللي تابع ليها، وهي منطقه بني سويف اللي تابع ليها نادي بيراميدز او الاسيوطي سابقا. يمكن طبعا يمكن في موضوعين مهمين جدا، يمكن بعد ما عبد الله السعيد احنا كلنا فوجئنا طبعا ان عبد الله السعيد يمكن الساعه 11 الصبح بدات الاخبار تنتشر ان عبد الله السعيد سيتم قيده في بيراميدز، وبالتالي ولكن كان هناك في اتصالات مع احد اعضاء مجلس الاداره اتحاد الكوره واكد لي ان السيستم مفتوح 24 ساعه طوال الشهر من بدايه الشهر اول يناير لحد يوم 30 في اي يوم ممكن حتى لو في يوم اجازه رسميه، وده حصل النهارده. يمكن تم تقييد جيرالدو مع النادي الاهلي النهارده رغم ان النهارده اجازه رسميه، وبالتالي يعني هم كلامهم ان مفيش مشكله بالنسبه لهم ان هم يأيدوا اي لاعب، والنادي الاهلي حتى لو عاوز يأيد اي لاعب في اجازه او اجازه غير رسميه او اي نادي الباب مفتوح له بالنسبه له 24 ساعه مفيش مشكله خالص، والسيستم موجود. السيستم بيتم اغلاقه في اخر يناير ما تقدرش تأيده، ولو أيدت لاعب بعد نهايه اخر يناير فدي بتحصل مشكله جدا كبيره جدا بالنسبه للفيفا. بالنسبه لموضوع النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي بيبحث عن حقه في موضوع عبد الله السعيد. صحيح. اذا وجد النادي الاهلي فعلا في عقد موثق ما بينه وما بين اهلي جده السعودي، فطبيعي جدا النادي الاهلي يبحث عن ان هو يلاقي حقه في هذه الازمه الكبيره جدا اللي اثارت جدل كبير الفتره اللي فاتت ديت. وفقا لكلامي مع كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، اكد لي ان الموضوع مش مرتبط باتحاد الكوره، الموضوع دلوقتي ما بين نادي داخل مصر ونادي خارج مصر، فبالتالي الاهلي لو محتاج ان هو يبحث عن حقه هيبقى من خلال المحكمه الرياضيه او من خلال الفيفا، بيقدم شكوى من خلال الفيفا هم بيبحثوا يشوفوا العقد ماشي ازاي. صحيح. وبعد كده لو الاهلي اعتقد له حق في نادي في عبد الله سعيد، واعتقد ان هو له حق فعلا، سيحصل على ال2 مليون دولار قيمه يعني الشرط اللي موجود في النادي الاهلي اللي موجود في العقد. فالنادي الاهلي بيبحث عن حقه، ده طبيعي جدا، واللي هيفصل في الموضوع اتحاد الكره مش هيفصل في الموضوع، اللي هيفصل في الموضوع المحكمه الرياضيه او الفيفا او الفيفا. طيب نرجع لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره كان النهارده فيه كمان اجتماع بيخص التحكيم والتقارير الخاصه بالمباريات اللي فاتت لبعض المباريات طبعا دوري مصري ممتاز. حضرتك قلت لي ان هم خرجوا النهارده بنتائج. يمكن الفترة الاسبوع الاخير ده شهد احداث مؤسفه جدا، يمكن شهرها مباراه الزمالك والاتحاد السكندري اللي انتهت بفوز نادي الزمالك 3-1، يمكن الالتحام والمشاجره اللي حصلت ما بين جنش والهاني سليمان كانت مشكله كبيره جدا، وتم طرد الحارسين. يمكن النهارده لجنه المسابقات قررت ايقاف جنش مباراتين، ونفس الحكايه لهاني سليمان، وبعض القرارات غرامات ماليه على الاثنين لعيبه، وغرامات ماليه على نادي الزمالك، وغرامات ماليه على نادي الاتحاد السكندري. دي يمكن دي ابرز القرارات اللي كانت موجوده النهارده. واداري وعامل غرف نادي الاتحاد السكندري تم ايقافه برضو لمده 2 شهر، وفي بعض الاداريين موجودين في نادي الاتحاد السكندري تم ايقافهم. اعتقد الفتره اللي جايه احنا محتاجين نهدى شويه، احنا مصر متقدمه
بطلب مهم جدا لاستضافه البطوله الافريقيه، وده يمكن ده الحدث المهم. اعتقد ان الفتره اللي جايه محتاجين الجماهير تهدى شويه، محتاجين الاجهزه الفنيه، محتاجين اللعيبه، كل في تسليط ضوء بشكل كبير جدا على مصر خلال الفتره اللي فاتت ديت. كان كله بيرصد كبيره وصغيره موجوده دلوقتي في الدوري المصري، لدرجه ان حتى لو الجماهير مش موجوده في المباراه بيرصدوا الحاجات دي. فاتمنى ان يكون السلوك متغير بشكل كبير جدا، بغض النظر هي مباراه، يعني اي مباراه هي ثلاث نقاط، بغض النظر لابد ان الرياضه هي روح رياضيه، يعني سواء فرقه فازت او اتغلبت المفروض يبقى في روح رياضيه، المفروض الجماهير تلتزم خلال الفتره اللي جايه في تسليط ضوء زي ما بقول لك بشكل كبير جدا على 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 الملاعب المصريه، على المباريات. يمكن الكاف يمكن هيحسم ملف استضافه البطوله، يمكن يوم الاربعاء في اجتماع المكتب التنفيذي، ففي تسليط ضوء على موجود هنا في مصر، في تسليط ضوء على الدوله المنافسه جنوب افريقيا، ودي كلها بتبقى بتدي مؤشر كويس او مؤشر سيء، او مؤشر جيد او مؤشر سيء للجنه الكاف والشركه الفرنسيه اللي هتراقب الملاعب واللي هتحدد مصير استضافه مصر البطوله الافريقيه. بغض النظر عن اي حاجه، اتمنى للجماهير المصريه تعالى الفتره اللي جايه ديت، اتمنى لو وعيوا اكيد يمكن في نيه في اتحاد الكوره ان هم يزودوا عدد الجماهير شويه. فمش هتزيد عدد الجماهير الا ما في الالتزام، التزام بدايه من الاجهزه الفنيه، من مجالس الادارات الانديه، من الجماهير، من كل شخص، من كل الاطراف الموجوده في المنظومه الرياضيه بشكل كبير. كمان في وفد دلوقتي من اتحاد الكوره موجود في العاصمه السنغاليه دكار، وكمان معاه وفد من برزنتيشن سبورتس برئاسه استاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره برزنتيشن سبورتس، عشان يدعموا الملف المصري اللي هو طبعا مطروح دلوقتي قصاد الكاف عشان تنظيم افريقيا 2019، بالاضافه طبعا لحضور حفل الافضل واللي ان شاء الله بينافس عليه النهارده او يوم 19 بينافس عليه، وان شاء الله باذن الله هيفوز بيه محمد صلاح نجمنا المصري. طب خلينا نتكلم في جزئين، خلينا نتكلم على محمد صلاح في البدايه. محمد صلاح طبعا يمكن هو الاقرب للحفاظ على جائزه الافضل افريقيا بعد الانجازات اللي حققها مع ليفربول ومع المنتخب المصري، حقق انجازات كبيره جدا في الدوري الانجليزي، احسن هداف دوري انجليزي الموسم الماضي، احسن لاعب في الدوري الانجليزي، جوائز عديده جدا، قاد المنتخب المصري للوصول لكاس العالم. صحيح. قدم بشكل كبير جدا، وادى حتى لما لعب في كاس العالم هو مصاب قدم بشكل كويس، وقدم بشكل جيد جدا. اي نعم ما كانش المستوى هو المستوى بتاع محمد صلاح، لكن كان راجع من اصابه وقعد فتره طويله جدا 25 يوم ما بيشاركش في تدريبات او مباريات، ولكن اعتقد ان محمد صلاح هو الاقرب للفوز بهذه الجائزه، هو بانجازاته اللي حققها مع ليفربول، ووصوله حتى لنهائي دوري ابطال اوروبا مع قدام ريال مدريد، يمكن خسر ولكن قدم مستويات رائعه. فاعتقد محمد صلاح هو الاقرب للتتويج بهذه الجائزه، وان شاء الله بكره باذن الله يعني محمد صلاح يقدر يحافظ على 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 الجائزه دي ان شاء الله. يمكن يكرر برضو انجاز حققه قبل كده، حاجه ضيوف حصل عليها مرتين، يا توري صامويل ايتو حصل عليها مرتين، فده يبقى انجاز للكره المصريه. خلينا نتكلم بقى عن الملف الاهم، يمكن الملف اللي بالنسبه لنا يمكن مهم جدا، ملف استضافه البطوله الافريقيه. يمكن الكابتن المهندس انا بوريده سافر معاه وفد كبير جدا، يمكن يضم الكابتن مجدي عبد الغني، الكابتن المهندس احمد مجاهد، الدكتور كرم الكردي، استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن، ووفد كبير جدا من شركه برزنتيشن. اكيد يمكن الفترة اللي فاتت دي، يمكن بعد ما تقدمت مصر بملف استضافة البطولة وطلب استضافة البطولة، بدأ المهندس هاني أبو ريدة يتحرك. يمكن الموضوع موضوع تصويت، فمحتاج تحرك بشكل كبير، ولنظر لعلاقات الكابتن المهندس هاني أبو ريدة بالمكتب التنفيذي. في اجتماع ان شاء الله بعد بكره، اجتماع مهم جدا هيحضر المفروض فيه 22 صوت من مكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي. احنا طبعا احنا موجودين معانا خمس دول عربيه غير مصر، موريتانيا، عندنا ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، بالاضافه لمصر. فانت لو خدت يعني ست اصوات موجودين مع كمان ست اصوات من باقي ال 22، اعتقد ان مصر قريبه جدا، مصر مقدمه ملف قوي جدا، واعتقد انت عندك البنيه التحتيه مهمه جدا. يمكن هي العامل يمكن العامل يمكن اللي عندك مشكله فيه الجماهير، ولكن اعتقد ان احنا عندنا يعني برضو عندنا ماتشات المنتخب بتحضر بجمهور بشكل كبير جدا، ماتش الكونغو وكل ماتشات المنتخب الدنيا بتبقى مفتوحه، ماتشات الاهلي في بطوله افريقيا، ماتش الزمالك الجمهور بيحضر بشكل كبير جدا. شايف ان مصر هي الاوفر حظا بالفوز بتنظيم البطوله دي عشان عندنا بنيه تحتيه افضل؟ لا احنا مش افضل، احنا يعني خلينا نتكلم بنيه تحتيه. جنوب افريقيا تقيله، جنوب افريقيا نظمت بطوله كاس العالم 2010 وعندها بنيه تحتيه، ولكن انا اعتقد ان
نظرا يمكن علاقات المهندس انا بوريدة القويه بمكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي، ممكن يرجح كفتنا. اعتقد ان هم كبير، وفي يعني في رغبه كبيره جدا من الاعضاء المكتب التنفيذي ان هم يعني ان مصر هي اللي تنظم هذه البطوله. انت عندك ملاعب الحمد لله جاهزه، يمكن هتحتاجي بعض التجهيزات في بعض الاستادات، ولكن البنيه التحتيه موجوده. مصر يمكن نتمنى طبعا مصر تفوز بهذه البطوله. يمكن كمان الناس اللي ما تعرفوش اللي احنا لو مصر نظمت هذه البطوله هتحصل على 20% من قيمه اجمالي الايرادات اللي موجوده في البطوله دي، يعني 20% يعني بتتكلمي عن ايرادات البث الفضائي الرعاه اللي موجودين، فده هيبقى مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير. اعتقد احنا لو اشتغلنا صح الفترة اللي فاتت اللي جايه ديت، ويمكن انت عندك الظروف الاستثنائيه اللي انت تم سحب البطوله من الكاميرون. صحيح. وفي لو انت فعلا لو انت ركزتي كمان مع الاتحاد الافريقي ممكن تاخدي مميزات ثانيه، فاعتقد ان هيبقى ده مصدر للدخل كبير جدا. والاهم طب ازاي مصر تستفيد من بطوله زي دي؟ بطوله يعني اولا سياحيا، انت فعلا انت لو نظمت البطوله حضرت فيها الجماهير بشكل كبير جدا، وكان حاضر فيها جماهير، خرجت البطوله بنفس امكانيات والصوره اللي ظهرت عليها في 2006، فده انت فعلا بتقولي للناس كلها ان ان مصر ما بتحب تنظم حاجه هي بلد تقدر. الامن والامان فتقدر. غير كده انت ممكن تستفادي ماديا لو اشتغلت صح، يعني غير ال 20% اللي الاتحاد الافريقي هيديهم لك، انت نعم هتتحملي كل البعثات اللي هتيجي هنا موجوده في مصر، انت هتتحمليها سواء من فنادق من 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 تحركات من كل حاجه انت هتتحمليها، ولكن في المقابل انت تقدر تستفيدي بشكل كبير جدا. والاتحاد الافريقي عارف ان مصر وجنوب افريقيا او اي دوله متقدمه في الفتره دي عشان ظروف استثنائيه، الظروف الاستثنائيه ديت ان انت صاحب البطوله، فممكن يتعاطفوا معاكي كمان ان هم يوقفوا معاكي ان هو يديكي موارد ماديه الى حد ما من بعض الحاجات الاخرى، فده هتبقى مصدر دخل كبير جدا. وفي بغض النظر عن اي حاجه اعتقد ان لو الجماهير ظهرت بشكل كويس في هذه البتاع ده يعني ده هيدي دفع كبير جدا للامن ومسؤول اتحاد الكوره ان الجماهير ترجع بشكل طبيعي جدا وتظهر مصر بشكل كويس جدا. احنا شفنا 2006 كانت الشوارع وعلى فكره انت حققتي 2006 يمكن حققتي اكبر نسبه عائد من التذاكر في 2006، فدي فرصه كويسه جدا، واعتقد ان احنا كلنا نحافظ ولابد ان احنا نساند كل المسؤولين وكل وزير الشباب والرياضه اللي متحمس جدا، الدوله متحمسه جدا لاستضافه هذه البطوله. اي نعم حدث مهم محتاج الجهود محتاج تضافر للجميع خلال الفتره اللي جايه، فاتمنى طبعا ان شاء الله واحنا املنا كبير جدا في المهندس هاني وريده والمجلس اداره اتحاد الكوره والاتحاد الافريقي ان هو ان شاء الله يمنح مصر شرف استضافة بطولة 2019 وإن شاء الله ونقدمها بشكل كويس جدا للعالم كله إن شاء الله بإذن الله. طيب نرجع تاني لمباراة النادي الأهلي بكرة مع سموحة فريق السكندري. النهاردة كمان عمرو بركات تم قيده مع فريق سموحة وقد يكون موجود بكرة في القائمة اللي هتواجه النادي الأهلي. يمكن عمرو بركات طبعا يمكن الفتره اللي فاتت دي يمكن ما ظهرش مع النادي الاهلي خالص، يمكن ما خدش فرصته بشكل كبير جدا، يمكن الى حد ما ربما يكون عدم قناعه من الجهاز الفني، وده اكيد عدم قناعه من الجهاز الفني. يمكن سموحه يمكن عمرو بركات موجود، يمكن باسم مرسي في كلام ان هو بس لسه منتظر البطاقه الدوليه. صحيح. دي فدي صفقات مهمه جدا، اعتقد المباراه هتبقى صعبه، ودايما مباراه سموحه والنادي الاهلي بتبقى مباراه من المباريات الصعبه جدا اللي يعني حتى المهندس فرج عامر دايما قبل المباريات المهمه دي بيبدا باسم مرسي كمان انضم للقائمه. يعني هو لعيب مهم جدا، لعيب عنده خبرات كبيره جدا، يمكن باسم مرسي زي ما بقول وبقول تاني لعيب من اللعيبه اللي ظلمت نفسها خلال الفتره اللي فاتت دي، اعتقد باسم مرسي لو ركز شويه كان ركز شويه مع الفتره اللي فاتت دي كان يبقى له شأن تاني غير باسم مرسي، اعتقد كان يبقى نجم في سواء في اي نادي موجود فيه او نجم في منتخب مصر. مباراه سموحه زي ما بقول لك هي مباراه مهمه جدا، يمكن سموحه عنده 23 نقطه وانت عندك 24 نقطه، ولكن سموحه لاعب اكثر من الاهلي 4 مباريات. صحيح. وغريبه جدا سموحه من اكثر الفرق تعادلا في الدوري 11 تعادل، فده نتيجه كبيره، اكتر فرقه يمكن حصلت تعادل ففقدت نقاط كبيره جدا، ولكن الخساره قليله، مكسب اعتقد اربع مباريات او 3 مباريات، فالمباراه دي مؤشر بتقول لك ان فعلا سموحه من الصعب ان انت تخترق دفاعاته ان انت تقدر تفوز عليه، فدي هتواجه صعوبه في النادي الاهلي، ولكن المباراه مهمه للنادي الاهلي، مباراه مهمه لسموحه. المهندس فرج عامر يمكن اعلن ان هو ممكن يدي مكافئات للاعيبه سموحه، عارف ان قوه النادي الاهلي وعارف وكان كلام كتير جدا، هو نشر تويتر ان هو عاوز حكام اجانب لهذه المباراه، ولكن حكام اجانب اعتقد الامور صعبه جدا عشان تطلب حكام اجانب لازم قبليها ب 10 ايام فرصه عشان اتحاد الكره بس يقدر يبحث عن الـ عن عن الـ عن الـ مين الحكام الاجانب يقدر يجيبهم، وبتسدد برده 25,000 دولار، فده مبلغ كبير جدا. صحيح. هي مباراه هتبقى مباراه مهمه سواء لسموحه او النادي الاهلي، اعتقد ان النادي الاهلي لو اتكلمنا عن النادي الاهلي ليس امامه الا الفوز في هذه المباراه، يمكن خسر 3 مباريات
صحيح. وتعادل في 3، فالامور صعبه جدا للنادي الاهلي، محتاجين الفوز، الاهلي محتاج الفوز في هذه المباراه باي شكل من الاشكال. زي ما حضرتك قلت قبل كده، النادي الاهلي في المرحله القادمه محتاج ان هو يفوز بغض النظر عن الاداء، مش هو ده المشكله عندنا دلوقتي، ومش هو ده الاهم، المهم الاهم عندنا اكيد جمع النقاط. هي دي المهمه دلوقتي. يعني احنا كنا بنتكلم، كان النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بتتكلم على اداء ونتيجه. احنا وصلت المرحله بنادي جماهير النادي الاهلي يمكن كسرت نسيف النقاط خلال الفتره اللي فاتت ديت، ان انت تخسري 6 نقاط من 3 تعادلات و9 15 نقطه في 13 مباراه، فدي كبيره جدا على النادي الاهلي، كبيره جدا على نادي بيبحث على البطوله، بيبحث على المركز الاول. صحيح. فبالتالي وصلت المرحله دلوقتي ان هم عاوزين حتى المباراه اللي جايه، الخمس او 6 مباريات اللي جايه، حتى بغض النظر عن الاداء مش مرضي لجماهيره، ولكن هي النتيجه هي اللي هتبقى مهمه. حتى لو الاهلي قدم مستويات رائعه، ولكن لما حلفوا التوفيق بالفوز او التعادل، ده هيزيد الضغوط على لعيبه النادي الاهلي، هيزيد الضغوط على جماهير النادي الاهلي، هيزيد الضغوط على مجلس اداره النادي الاهلي. فبغض النظر عن اي حاجه، الخمس مباريات اللي جايين او 6 مباريات اللي جايين، الاهلي محتاج فيهم ان هم 18 نقطه، لو 6 مباريات او 7 مباريات محتاج ان هو يبدا بقى فعلا ينافس. طول ما انت بتقدري تنافسي، طول ما انت بتفوزي، بتعملي حاله ضغط على الفريق المنافس بالنسبه لي. انما انت ما بتخسري، ده بترفع من معنويات الفريق المنافس. صحيح. اي فريق موجود طبيعي جدا. طيب رايك ايه في التصريحات اللي سمعناها في الفتره اللي فاتت من لسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، ان الدوري لسه في الملعب ولسه بدري جدا على النتيجه او الحسم، اللقب هيكون لمين، او حتى التكهن بالكلام ده؟ حتى ده فكرنا يمكن شويه بمانويل جوزيه لما جه النادي الاهلي وكان في فرق 6 نقط بعد انتهاء الدور الاول ما بين الاهلي والزمالك، والراجل جه وقال انا هكسب الدوري الموسم ده وكمان بفرق كبير، وفعلا هو ده اللي حصل. صحيح. يمكن ده طبيعي جدا، انا مدير فني النادي الاهلي، طالما لم يحسم الدوري، طالما ان انا اقدر اعوض ولسه قدامي الجولات كتيره جدا، الاهلي لعب 13 جوله لسه قدامه، والدور الثاني مع المباريات بتاعه الدور الاولاني المؤجلات كلها، فلسه فعلا بدري على الدوري جدا. واعتقد ان هو الكلام ده بيرفع بيه معنويات لعيبه النادي الاهلي، بيحسهم ان نعم النادي الاهلي يمكن فقط 15 نقطه في 13 مباراه، ولكن اكيد هو بيشتغل معنويا، اللاعب محتاج فني ومعنوي، وهو اكيد بيبحث عن ان النادي الاهلي يتواجد في 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 في, في اول الجدول. ده طبيعي جدا، فطبيعي ان مدير فني النادي الاهلي يتحدث ويقول ان فعلا الدوري لسه ما بيحسم، ودي حقيقه طبعا، ولكن انا زي ما اقول لك كده، محتاج مجهود كبير جدا من النادي الاهلي، محتاج الاخطاء تقل بشكل كبير جدا، محتاج اللعيبه تبقى مركزه، محتاج يمكن الخط الدفاعي يكون اكثر من كده في تمركزه خلال الفتره اللي جايه، في عدم تمركز غير صحيح، ويمكن برده كانت نقطه سلبيه في ماتش بيراميد، الكرات الطوليه، كان يمكن اي كره في ماتش بيراميدز كانت بترجع للخط الدفاع، كان بيلعبوا الكره الطوليه وهم اطوالهم وعلي جبر، وكانت الكره يعني كان النادي الاهلي بيفقد الكره بشكل كبير جدا. عشان نقدر نصلح، عشان تقدر تصلح الفتره اللي جايه، محتاجه تصحيح للاخطاء، محتاجه استغلال الفرص، انصاف الفرص في الفتره اللي جايه، محتاجه الاخطاء تقل بشكل كبير جدا، محتاج الاصابات تقل بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. انا مش عارف سببها ايه، يمكن مستشفى النادي الاهلي، يمكن على السوشيال ميديا، ان فعلا مستشفى النادي الاهلي مفيش مباراه يعني بيرجع فيها لاعب من اصابه، الا لما بيدخل واحد لاعب اخر بيبقى مصاب، بتبقى دي مشكله النادي الاهلي. طبيعي جدا ان انا كمدير فني اما ادي فرصه لواحد ويبقى يمكن متوسط عدد المصابين دايما في النادي الاهلي 7 لعيبه، لازم يكون في 7 لعيبه مصابين. كتير جدا، كتير جدا، يعني انتوا بصوا كتير جدا، يعني حتى لو حد خف في حد غيره بيخف. ما هو انا بقول لحضرتك، انت بتدخلي اثنين، دخلي اثنين وبعدين اثنين بنفس الحكايه بيطلع اثنين تانيين مصابين، فدي مشكله بالنسبه للمدير الفني. انا كمدير فني لو بدي فرصه للاعب واللاعب ده اتصاب واديته فرصه وبقى فورمته عاليه، عشان ارجع لاعب تاني في مركزه او اديله الفرصه، بياخد وقت، فالوقت ده بيبقى في نتيجته ان في اخطاء في الملعب. نتيجه الاخطاء دي بالتالي ان انت المراكز اللي او الـ 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 الهدف اللي انت عاوز تحققه ان الفوز ما بيتحققش. ليه؟ في لعيبه كتيره خرجت اساسيه بتقدر تكمل بشكل كبير جدا، ببعدها عن التشكيل، بيتصاب، ببدا ادي فرصه للعيب اخر، فبالتالي انت بتدفع ثمن عدم جاهزيه اللعيبه او الاصابات الكثيره، فدي بتدفع ثمنها في النتائج. فاعتقد ان عامل مهم جدا ان الجهاز الطبي النادي الاهلي يشوف الاسباب ايه. انا مش عارف صراحه، اكثر الانديه تضررا بالاصابات النادي الاهلي، مش مفيش نادي كده موجود في الدوري المصري، واعتقد في اي دوري. صحيح. ان انت تلاقي 11 لاعب و12 لاعب، وفي لعيبه في رامي ربيعه مثلا يمكن كمان بعد تصريحات لسارتي قال انا بطلب ان يكون في وفد طبي يجي يزور النادي الاهلي بصفه دوريه، ويحط للعيبه ازاي البرامج الطبيه، البرامج التاهيليه، وازاي يمشوا على سيستم معين، عشان يعني يحاول يتلاشى شويه المشاكل اللي بتحصل. هو ليه هو لقى لها ظاهره بشكل كبير جدا. يعني الظاهره يعني موجوده بشكل كبير جدا، يعني ما فيش مباراه زي ما اقول لك، او تفقدي 7 من 7 ل 12 لعيب
فكتير يعني انت ما تدوري في فتره الاهلي بيدور فيها على لعيبه. احمد فتحي رجع اتصاب تاني قعد ف يعني ازاره لعب مباراه. في لعيبه في النادي الاهلي ناس نسيت اصلا هي بتلعب كوره. دي حقيقه. دي غايده مثلا اخر ماتش لعبه مثلا رامي ربيع. رامي ربيع فين؟ رامي ربيع بقى له اكتر من سنه ونص برده مش موجود. فالاصابات كتيره جدا بشكل كبير جدا. فاللي بيدفع ثمن الاصابات ديت الجهاز الفني والنتائج بتاع النادي الاهلي. فاعتقد ان الاصابات دي لو قلت بشكل كبير جدا هتبقى عامل مهم جدا. انا لو جهاز فني وعندي الاساسيين وعندي دقه بدلاء قويه جدا وده طبيعي اللي انا بحسن النادي الاهلي يكون دقه البدلاء بتاعتي قويه. فاما بتيجي بتبحث بتلاقي ما فيش لاقي لعيبه. فبالتالي بتدي فرصه للناشئين، بتدي فرصه للعيب بعيد عن المستوى، بتدي فرصه ممكن ربما انت مش مقتنع بيه ان ياخد الفرصه في الوقت ده ولكن الظروف اضطرتك ان انت تديله. فده صحيح. طبيعي جدا ان كان اداء الاهلي يتراجع بشكل كبير جدا. ده غير ده وده ان كثره اضاعه الفرص، ان حتى الفرص اللي بتيجي النادي الاهلي بيضيعها بشكل كبير جدا. فدي كانت نتائج كلها سلبيه للنادي الاهلي. صحيح. طيب هنرجع نتكلم تاني عن الدوري المصري وعن النادي الاهلي، لكن دلوقتي هنطلع معاكم ونشوف تقرير عمله زميلنا شريف شعبان مع نجم النادي الاهلي الجديد حسين الشحات. تعالوا نشوف اللقاء ده ونرجع لكم تاني. حسين الشحات بقول لك اهلا بيك على شقة الاهلي ومليون مبروك ارتداء الفانيله الحمراء، مليون مبروك نزولك اول تمرين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. طبعا يعني شكرا ليك على المقدمه الجميله ديت. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى انه يلعب فيه، فبالنسبه لي حاجه كبيره يعني. طبعا يعني النادي الاهلي نادي كبير معروف ببطولاته، معروف بكل حاجه. فالنادي الاهلي طبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان احقق يعني نص البطولات اللي موجوده في الدولاب انا وزملائي الفتره الجايه ان شاء الله. نفسنا نحقق بطوله افريقيا ان شاء الله، نقدر نعملها ان شاء الله، ونحقق بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله. فطبعا هي يعني كانت بالنسبه لي انا لازم اخد صوره طبعا جنب دولاب البطولات طبعا. تمام. طبعا يعني طبعا انا زي ما قلت نادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى يلعب فيه. نادي الاهلي يعني كان حلم من الطفوله طبعا ان انا ارتدي تيشيرت نادي الاهلي، ان انا العب مع جيل كبير وجيل لعيبه كبار ولعيبه كويسه جدا على مستوى. بالنسبه لي كان نفسي احقق دوت، بس الحمد لله ما قدرتش. بس بعدها بفتره طبعا يعني من اول شلال الدخان كان في مفاوضات مع النادي الاهلي، وبعد كده مصر المقاصه، وبعد كده من وانا في العين. فطبعا كان بالنسبه لي انا لازم خلاص احقق اللي انا هلبس تيشيرت نادي الاهلي. فالحمد لله قدرت ان انا احققه، وان شاء الله اقدر احقق بطولات ان شاء الله. لا والله طبعا يعني انا الحمد لله يعني والدتي من صغري يعني معلماني اللي انا اشبع طبعا وعيني شبعانه طبعا. فالحمد لله بالنسبه لي ما كانش فارق معايا فلوس، فالحمد لله انا مبسوط في اي حاجه. فاقل فلوس انا مبسوط بيها، فبالنسبه لي مش فارق معايا فلوس والله. تمام. يعني طبعا كابتن الخطيب يعني حاجه كبيره جدا، واي حد يتمنى ان هو يقابله ويكلمه. فانا بالنسبه لي طبعا كابتن الخطيب اول ما كلمني قلت له طبعا انا تحت امر النادي، فانا متواجد في اي وقت تكلموني فيه انا اكون موجود. فطبعا يعني ده كان حلم كمان. فكابتن الخطيب ما يكلم اي حد، فخلاص الموضوع بالنسبه له خلصان. فالحمد لله يعني اول ما كلمني قلت له كابتن انا ان شاء الله متواجد، اول ما تخلص انا متواجد في النادي الاهلي. والله انا طبعا كابتن سيد كان بيرحب بيا، وانا كابتن سيد كنت قابلته كذا مره قبل كده، فبيرحب بيا وقال لي يعني مبروك انضمامك لينا، وان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وان شاء الله نقدر نحقق المطلوب، وربنا يكرم ان شاء الله وتبقى حاجه كويسه، تعمل حاجه كويسه. فكنت طبعا قاعد مبسوط معاه، قلت له طبعا يا كابتن ان شاء الله اي حد يتمنى يحقق بطوله مع النادي الاهلي، وان شاء الله اقدر اعمل كده ان شاء الله. طبعا يعني طبعا يعني المدرب طبعا اتكلمت معاه واتكلم معايا وقال لي انا متابعك طبعا، وانت لعيب كويس وربنا يكرمك ان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وانا عارف انت بتلعب في كذا مركز، وان شاء الله ربنا يكرمك معانا ان شاء الله، ونقدر نعمل مطلوب ان شاء الله. قال لي طبعا النادي الاهلي نادي كبير بينافس على بطولات كتير، فطبعا يعني دي حاجه كبيره، وقال لي ان شاء الله تقدر تعمل كده ان شاء الله. طبعا يعني انا كنت عايز انزل التمرين لاني عشان خاطر طبعا اكون مع زملائي من اول يوم انا موجود فيه. فطبعا يعني اتمرنت وان شاء الله عشان خاطر الحق مباراه افريقيا ان شاء الله. فربنا يكرم ان شاء الله وكلنا نصيب العب فيها ان شاء الله. ان شاء الله طبعا انا زي ما قلت لك انا اتصورت مع البطولات نادي الاهلي، لاني ان شاء الله نفسي احقق بطولات مع نادي الاهلي، وان شاء الله اقدر احقق بطوله افريقيا معاهم ان شاء الله انا وزملائي ان شاء الله. طبعا يعني كابتن محمد ابو تريك يعني حاجه كبيره وشخصيه عظيمه، فكان نفسي الحقه في الملاعب طبعا، بس ما حصلش نصيب. فبالنسبه لي كابتن ابو تريك اما يكتب عليا كده فدي بالنسبه لي حاجه كبيره، وديت اكبر دافع مع مسانده الجمهور ليا، مع مكالمه كابتن خطيب، مع كل الناس بصراحه اللي ساعدتنا. يعني مش مهندس عادل الكيعي يعني وامير توفيق، وكان احمد فضل قبل ما يمشي، يعني كل الناس فبصراحه يعني كل واحد لازم ياخد حقه. ف يعني الحاجات دي كلها طبعا يعني تديني دافع قوي، ومع مسانده الجمهور زي ما قلت مع تويت كابتن محمد ابو تريكه، فدي بالنسبه لي اكبر دافع ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله اقدر اعمل حاجه مع زمالك ان شاء الله. طبعا والله بشكره طبعا على الثقه الدهاليه ديت، الثقه الكبيره ديت، وشكرا يا كابتن خطيب، وان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه، وان شاء الله يكون دافع ليا
مساندة حضرتك ليا والمجلس الإدارة كله. طبعا يعني طبعا بشكرهم النهارده على ان هم رحبوا بيا بطريقه كويسه، وان شاء الله يكون دافع كويس ليا، وان شاء الله اعمل حاجه كويسه معاهم ان شاء الله. رساله للاعبي الاهلي. طبعا يعني اللعيبه اخواتي وصحابي طبعا، فان شاء الله بقول لهم ان شاء الله نقدر نعمل حاجه مع بعض وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق بطولات الفتره. طبعا يعني بشكرهم جدا على مساندتهم ليا الفتره اللي فاتت، وان هم اصروا ان انا اجي النادي الاهلي، ف بقول لهم شكرا جدا ليكم، وان شاء الله اكون دافع كويس ليا اللي انتوا عملتوه معايا، وان شاء الله احقق بطولات واقدر اسعدكم ان شاء الله كلكم ان شاء الله انا وزمايلي ان شاء الله في فريق. شهداء النادي الاهلي يستحقوا منك كلمه. طبعا يعني ربنا يرحمهم ان شاء الله ويجعل مسمى الجنه، وان شاء الله نحقق بطوله افريقيا ليهم ان شاء الله السنه دي. بالتوفيق يا نجم، وجماهير الاهلي باذن الله تنتظر منك اداء قوي، اداء يعيد امجاد النادي الاهلي، اداء يعيد بطولات النادي الاهلي مره اخرى. حبيبي الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ده كان لقاء خاص وحصري لشاشة قناة النادي الأهلي، تعرفنا فيها عن حسين نجم نجوم النادي الأهلي، حسين اللي برهن على حبه وانتمائه للنادي الأهلي، عشقه النادي الأهلي. بنتمنى له بإذن الله التوفيق، بنتمنى له بإذن الله يكون ليه دور مؤثر فترة مقبلة مع النادي الأهلي هو وزمايله، وترجع البطولات من جديد، ويكون عام 2019 هو عام الانتصارات للأهلوية. دمتم في أمان الله. تابعنا معاكم أول ظهور لحسين الشحات نجم العين الإماراتي السابق، وطبعا نجمنا في النادي الأهلي حاليا اللي انضم امبارح للنادي الأهلي. شفنا طبعا كلامه وتصريحاته دلوقتي، في فرق كبير قوي بين لاعب بيحب النادي الأهلي وبيعشقه زي حسين الشحات، ولاعب بالنسبة له النادي الأهلي محطة أو عقد بكام وقيمته قد إيه وفي إيه. صحيح، يمكن زي ما قلت أنا بداية الحلقة، يمكن حسين الشحات ضرب مثل كبير جدا وعطى درس لناس كتير جدا، ان فعلا الانتماء اهم من اي فلوس. يمكن حسين الشحات لاعب مهم جدا، ويمكن ظهر بشكل كويس جدا في يمكن مع العين الاماراتي في سواء في الدوري، وحصل على احسن لاعب الموسم الماضي في الدوري الاماراتي، ودوري قوي مهم جدا زي الدوري المصري، ولكن هو ضحى بده كله. فعلا هو من صغره حابب النادي الاهلي، حلم يعني بيراوده من زمان ان هو عاوز يلعب في النادي الاهلي، عاوز يكون متواجد. صحيح. في النادي الاهلي بيحمل تيشيرت النادي الاهلي، فضحى بكتير جدا، ورغم تألقه بشكل كبير جدا في كاس العالم للانديه، ربما حتى لو واحد بيحب نادي بشكل كبير جدا بعد تألقه اللي لفت للنظر في كاس العالم للانديه والعروض الاوروبيه، وكان ممكن يتغير يعني تفكيره بشكل كبير جدا، وقول انا ممكن اسيب الاهلي محطه اخيره مثلا بعد ما احترف في اوروبا او اروح اكبر، وده طبيعي، كان ممكن يبحث عن كده. ولكن حبه وانتماء النادي الاهلي يمكن اجرى اتصالات كبيره جدا بالمسؤول العين خلال الفتره اللي فاتت ديت، كراجل حابب النادي الاهلي، حابب يلعب في النادي الاهلي، ضحى بحاجات كتير جدا، ضحى بحوالي اكتر من 15 مليون حبا في النادي الاهلي. يمكن هو ما كانش طالب اي حاجه الا انه يرتدي قميص النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي، عارف جماهيريه النادي الاهلي، فبوجه له تحيه، مش عشان هو لاعب في النادي الاهلي، ولكن تحيه للاعب فعلا عنده انتماء لاي نادي بغض النظر عن الماده. فده بنحييه طبعا ونتمنى له التوفيق. زي ما بقول لك حسين الشحات لعيب مهم جدا، لعيب جوكر، انا بعتبره زي ما بقول لك كده النسخه الثانيه من محمد بركات. لعيب عنده مهارات، لعيب بيقدر يحل لك مهارات كبيره جدا، يعني يقدر يحل اي ازمه انت بتقابليها، عنده مهارات فرديه بشكل كبير جدا، عنده ثقه كبيره جدا في امكانياته، فاعتقد ان هو هيكون لاعب مهم جدا جدا خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، وخاصه ان هو بيلعب في مكان بيحبه، فتفرق معاه كتير جدا. فطبعا اتمنى التوفيق، مش عشان بيلعب في النادي الاهلي بس، عشان خاطر المنتخب، لعيب مهم، واعتقد ان هو لو ظهر بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي زي ما ظهر مع العين الاماراتي بشكل طيب جدا، هيكون له شأن مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه. كابتن مصر اجيري بيعتمد على عناصر الشابه. صحيح. فهو اكيد حسين الشحات هيكون له شأن خلال الفتره اللي جايه سواء مع النادي الاهلي ومع المنتخب، وده هيعود اكيد على المنتخب خلال الفتره اللي جايه. يعني حسين الشحات من اللعيبه اللي كانوا فعلا حابينه وبيتمنوا ان هم يجوا النادي الاهلي. برضو في لعيبه ثانيه، شفنا مثلا حمدي فتحي لاعب انفيلد، كان في مفاوضات ما بين النادي الاهلي وما بين انفي عشان ينضم لصفوف النادي الاهلي، طبعا لسه لغايه دلوقتي لم تحسم الصفقه، ولكن شفنا اللاعب بيتوقف امبارح بسبب تمسكه بالانضمام للنادي الاهلي. يمكن حمدي فتحي من اللعيبه المهمه جدا، لعيب ديفندر عالي جدا بشكل كبير جدا، بيقدم بشكل كبير جدا، وكان في اعين النادي الاهلي يمكن كانت مركزه معاه خلال الفتره اللي جايه. احنا كمان دلوقتي بعد اذن حضرتك معانا دلوقتي فيديوهات لوجود ياسر ابراهيم اثناء تواجده النهارده في النادي الاهلي لتوقيع العقود ما بينه وما بين النادي الاهلي. يمكن زي ما بقول لك كده صفقتين مهمين جدا النادي الاهلي، سواء حسين الشحات
وبعدها في ساعات قليله جدا يكون ياسر ابراهيم يكون موجود. فاعتقد ان فعلا النادي الاهلي يعني ماشي على الخطى الطريق الصحيح خلال الفتره اللي فاتت ديت. يمكن حمدي فتحي يمكن الولد اعلن ان هو عاوز النادي الاهلي صحيح. النادي امبا وقفوا لاجل غير مسمى صحيح. هو النادي امبي كان عاوز محتاج ان هو يكمل معاه الموسم ده. النادي امبي الامور مش ماشيه معاه كويس في الدوري هذا الموسم وبالتالي كمان اتجمدت مستحقاته صحيح. فدي مشكله. ففي يعني انت بتشوفي لعيب فعلا بيضحي باي حاجه عشان خاطر ان هو يكون موجود في النادي يكون موجود في النادي اللي بيحبه. بس بغض النظر اي حاجه اتمنى ان حمدي فتحي يحل المشكله بتاعته حتى لو ما صحيح. ما يعني ما تعاقدش مع النادي الاهلي. ولكن برضو انت لعيب محترف المفروض برضو يعني خلي بالك هي مفاوضات يعني هو مفاوضات في الاول وفي الاخر ربما يتم عدم التوفيق في هذه المفاوضات ما بين الاهلي وانبي. فالمفروض انت تلتزم برضو حفاظا على مستواك. يعني انت برضو في الاول وفي الاخر انت راجل لعيب بعيد عن المباراه حتى لو مالكش نصيب في الموسم مالكش نصيب بس ولكن خلاص الرغم اعتقد ان انت حتى لو الموسم ده ما انتقلتش النادي الاهلي فانت تركز في في ملعبك تركز مع النادي اللي انت موجود فيه وتدي له لحد اخر لحظه عشان مستواك. انت برضو انت بتبحث عن اللعيب اللي بيبعد اكتر مباراه او بيبعد عن عدد من المباريات عن المشاركات مستواه بيقل كبير جدا فبيحتاج مجهود مضاعف عشان يرجع بشكل كويس جدا. فاعتقد ان حمدي فتحي ان كان بيحب النادي الاهلي ولكن الاداره برضو لابد انه يلتزم. في ضغوط عليه هو حابب النادي الاهلي ولكن برضو هي مساله مفاوضات ما بين اداره الناديين. وفي الاول وفي الاخر انت لعيب في نادي ام فلابد برضو ان انت تلتزم خلال الفتره اللي جايه حافظ على مستواك. واعتقد النادي الاهلي طالما حاطط في باله ان انت ممكن تبقى متواجد وعارف فعلا اللي انت لعيب كمان هو صغير لسه في السن لسه صغير فدي خبرات بقى دي الخبرات. وفعلا النادي الاهلي عارف ان انت فعلا انت بتحب النادي لو حابب ارتداء النادي الاهلي النادي الاهلي. فاعتقد ان احسن حاجه بالنسبه له ان هو يصبر يلتزم بقرار اداره نادي انبي ما يصيرش اي مشكله الفتره اللي جايه حفاظا على مستواه والباب لسه مفتوح. أكيد. موضوع يمكن فتره انتقالات شتويه في موسم جاي في فترات الفتره اللي جايه فطبيعي ان يلتزم وطبيعي ان هو يكون متواجد مع انبي عشان محافظه على المستوى خلال الفتره اللي جايه. اكيد. استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريده الدستور نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا يا استاذ شيماء. انا سعيد ما كنت موجود معاكي وموجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي. خليك ميرسي. شكرا لحسن متابعتكم. ان شاء الله اشوفكم بعد بكره يوم الاربعاء. بكره ان شاء الله هيكون في لقاء نادي الاهلي وسموحه الساعه 5 مساء. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الأهلي وإن شاء الله يحصل بكرة الثلاث نقاط. أشوفكم على خير إن شاء الله.